فن الراب من الفنون اللي حققت شعبيه كبيره قوي وليها جمهور عريض خصوصا من الشباب. عشان كده مهرجان العالمين الجديده كان حريص على خلق حاله من التنوع الفني بعرض كل الالوان الموسيقيه والغنائيه. كل عشاق فن الراب على موعد يوم الاثنين اللي جاي مع حفل كبير على المسرح الروماني، هيضم مجموعه من اشهر الرابرز. من ضمن النجوم الحفل الفنان علاء 50 واللي حقق نجاحات كبيره خلال الفتره اللي فاتت. مساء الفل عليك علاء. الو، مساء الخير، ازي حضرتك؟ علاء، انت يعني ابتديت الاول باغاني شويه مهرجانات، خليني اقول ايه اللي خلاك يعني تنقل او تعمل الشيفت ده للراب؟ طبعا انا بصي وانا بحب ادور على الجديد دايما، فدي بتبقى زي رحله كده، فبحاول ادور على الجديد. وعلى فكره المغني لازم يعني يغني اي حاجه، او الفنان يعني لازم يعرف يؤدي كل الالوان. فانا الحمد لله يعني فضل من عند ربنا بعرف. فانا اول واحد مغني المهرجان، وبحب الراب جدا من زمان، وبعرف اغني راب وبعرف اغني تراب وبغني يعني. حتى برضو اغنيه اول اغنيه تراب نزلت كانت بلعب اساسي، برضو كنت انا المغنيه مع مولوتوف. علاء، انت يعني عايز اسالك على حاجه دلوقتي، هل الراب لازم يكون يعني دايما في زي خليني اقول الخناقات اللي بتبقى بين الرابرز وبعضهم، ولا يعني ايه دلوقتي اللي الناس بيحبوه اكتر؟ يعني ساعات كتيره بنشوف رابرز بيغنوا عن حالات معينه بيعيشوها بره فكره الحب والحاجات دي، وبقينا كمان بنشوف مؤخرا الخناقات شويه ما بين الرابرز وبعض. بتعليقك على ده انت بقى ايه؟ بانك يعني بادئ من زمان، يعني انت بادئ من 2004، فانت يعني بابا المجال. الله يخليكي. والله بصي، هو عامه الراب بيبقى ليه، هو بيبقى ليه هويه كده. اول حاجه لازم يكون هو اللي بيكتب كلامه، تاني حاجه طبعا لازم يكون بيحكي عن حاله، ايا كانت حالته الاجتماعيه هو بيتكلم عليها. طبعا في ناس تانية بيبقوا فنانين اقوياء جدا، فبتلاقيهم دايما بيحسوا بالناس، اللي هو يعرف يتكلم عن مثلا قضايا بشكل باي حاجه ظاهره مثلا غلط، اذا كانت مثلا اي ظاهره غلط زي اي حاجه، فبتلاقيهم بيتكلموا بلسان. اول حاجه لازم يكون هو بيكتب لنفسه، وبعد كده بيتكلم بلسان الناس الكتيره بيحكي عنهم. في طبعا ناس بتغني من اللون اللي هو التجاري، فبتلاقيه دايما بيدي للي الناس عايزاه. وفي واحد تاني تلاقيه دايما بيتكلم عن نفسه وعن الحاجه اللي نشأ فيها، عن الصح والغلط وكده، فدي اساسيه. وطبعا التحدي بيكون شيء مطلوب ما بين الراب على فكره، يعني دي من زمان جدا. الشعراء لما كانوا بيتحدوا بعض، هي نفس يعني لحد دلوقتي قعدت تتطور من العصور اللي فاتت لحد دلوقتي. زي ما انت شايفه بقى شكل التحدي ازاي، هو استعراض الكلمات، القوة في السلاسة، ازاي اقول الكلام بمنتهى السلاسة، وازاي اجيب الكلمة العميقة اللي هي مثلا تتاخد على كذا شكل او كذا معنى. وفي ناس بتكتب لذيذ قوي كمان، ان اللون ده من الموسيقى او الجانر ده بالذات بقى ليه محبين كتير قوي قوي من الجيل الجديد بالذات، والتراب او موسيقى التراب كمان قدرت ان هي تجذب يمكن سن اكبر شويه. انا بتمنى لك كل التوفيق يوم الاثنين الجاي علاء، واكيد هتكسر الدنيا، واحنا هننقل كل حاجه هتحصل ان شاء الله في الحفله دي اول باول. جود لك، ويعني بالتوفيق ان شاء الله يوم الاثنين. الرابر علاء 50، كل التوفيق ليك. بكده مشاهدينا يعني تكون خلصت حلقتنا النهارده، بكره معاكم وهننقل كواليس كتير قوي عن مهرجان العالمين في عالم العالمين، كل حاجه بتحصل هناك، كل الفعاليات الجديده وكل الاجواء المختلفه اللي على ارض العالمين هننقلها لكم اول باول، فخليكم معانا.